سي بلقاسم، دور الرقابة اللي باش يجي من المعارضة، دور الرباعي بالتحديد، وشنو باش يكون موقفكم من حكومة مهدي جمعة؟ هل ستكونوا يعني بالمرصاد بالمرصاد بين ضفن لتشكيلة الحكومة؟ يعني فما حاجات رافضينها أنتم الرباعي، مثلا رجوع بعض الأسماء في حكومة السيد مهدي جمعة؟ لا، أنا موقف الرباعي واضح، ديجا عبر عليه داخل من العام بورقة بيضاء. معناها ورقة بيضاء، معناها استقالة حكومة وعدد ورقة بيضاء كما هذه ويكتب من جديد. ورقة بيضاء معناها ما ثماش اللي فيها، مش مكتوبة فارغة. والمقصود أنه مش مكتوبة فارغة معناها ما ثماش حتى واحد من القدم. إيش معناها ورقة بيضاء؟ هذا موقف، هذا موجود في الخريطة الطريق على خاطر موقف الرباعي بصفة عامة. خلينا سمحني سي بلقاسم، سمعنا مثلا برشا حديث على أنه سيد لطفي بن جدو باش يقعد على رأس وزارة الداخلية، مثلا من الأسامي اللي تقبلوا أنتم مثلا في عملية التنازل، يعني كما عرفنا على الرباعي تنازل في بعض ونعرفوا اللي سيد حسين العباس وبمسنا يعطيوه جائزة أحسن مفاوض، هذا اللي قالوا هكا بين قوسين، هذا يمكن ينجم يتفاوضوا معاه المفاوضين. هو بالطبيعه يتمناها، وماهوش وحده مع الرباعي، معناها نحن ديما مع بعضنا. معناها يمكن في المفاوضات هذه يقبل مثلا الرباعي ببعض التنازلات في تسميه بعض الوزراء. لا، خلينا نجاوبك على السؤال هذا لانه سهل الجواب. مش تروحل فيها لا سهل خلاص. معناها الابقاء على السيد لطفي بن جدو، هو شنو هو؟ ثم حوار عام، ونعتقد اللي السيد مهدي جمعة تشاور مع كل الأحزاب وكل ومع المنظمات، خذ الرأي معناه، وهو طبيعي، أمر طبيعي جدا ومستحسن معناه أنك تشاور مع الناس. إذا كان توافق في هذه المسألة مع الأحزاب، وواحد الرباعي ما نجم كان يمشي مع التوافق، وإحنا مشينا في خيار التوافق، وأمر خاض على التوافق ربما مع الأحزاب المعنية والمكون الرئيسي للحوار الوطني التوافق على هذا. فالرباعي من نجم كان يساند هذا، يعني اتحاد شغل موجود. الرباعي نحكي الرباعي. لا، أنا نتحدث على اتحاد شغل. لا، مش ضد إذا كان الأحزاب تتوافق. إذا كان الأحزاب تتوافق، الاتحاد علاش يلوج؟ والرباعي علاش يلوج؟ يلوج على التوافق. موقف رسمي أن الاتحاد ليس ضد إذا كان التوافق مع الأحزاب. إذا كانت الأحزاب بين قوسين متابعة أعمال الحكومة الجديدة، صحيح بالنسبة للمعارضة هي تراقب، تساند وتراقب، ولكن بالنسبة للرباعي هو صاحب خريطة طريق. روحنا أصحاب بايح، مش معناها إحنا نفاوضوا بين الناس قربوا لهم في وجهة، إحنا المبادرة بتاعنا. وبالتالي مش يكون الحديث والا التعامل مباشره مع الرباعي في تطبيقها للطريق، خاطر ما نجمش نجمع 20 حزب ولا 30 حزب ومش يحكوا معنا تطبيقها للطريق، والرباعي مش يحكي معاه، لانه الاحزاب مش تحمل حتى الرباعي المسؤوليه. نحن عملنا التوافق وعملنا كذا، وهذه خارج الطريق. رئيس الحكومه الجديد لم يلتزم بها، وبالتالي الرباعي مش يلعب الدور نتاعه بالضروره معناه. ونحن نامل، يعني ارجع نحن نامل في ان ما نوصلوش لهذه المرحله. نامل من السيد مهدي جمعه توسمي فيه الخير، نامل في انه يمشي او يمضي الى تطبيق، وهو امر ليس بالعسير. كون شاء الله هما حساب اخر، لا، هذيك وقتها تولي المساله لا تستقيم. احنا مسبقا مقدرين مهمته، مهمه صعبه تكون مع السيد مهدي جمعه او غيره،